وأنا لما حاولت إن أنا يعني أساعد البنت فهجموا عليا، طبعا كان عددهم كبير، زقوني فوقعت، قعدوا يضربوني معرفش بتبقى ايه، عبارة عن ايه العصيان اللي هما بيبقوا ماسكينها دي، وبرجليهم في راسي وفي جسمي، أدت لكسر في الجمجمة وفي قاع الجمجمة، وإصابتي في ودني وفي وشي، غير الضرب اللي كان في جسمي يعني. بس الحمد لله. هما نفسهم بيخضعوا لمحاكمات عسكرية كجيش، فبالتالي هما هيحموا نفسهم، فازاي ان هما الواحد يعرف يقاضيهم يعني؟ فاستحالة. اتمنى عدالة، يبقى في عدالة، ناخد حقنا. مش معقول عدد كبير قوي استشهد وعدد كبير قوي اتصاب، واصابات كلها خطيرة، ما بين فقد لعينيه، ما بين شلل، ما بين حالات غيبوبة، ما بين حالات كتيرة جدا. مش معقول كل ده ولغاية دلوقتي ما فيش عدالة. مفروض ان احنا ما نسكتش عن حقنا. مفروض المنظمات Hello, I'm Nicholas Pearshow. I work on Egypt for Amnesty International. So many people are hoping that there is now a genuine chance for change in Egypt, and that the repression and oppression of the authorities, the security forces, and the army are a thing of the past. Proper investigation of the abuses committed by the army and prosecution of those guilty of crimes will send a clear signal to people like Azza that justice can be part of their future. Please help us.